هنتكلم في درس خاص بالقسمة في الإكسل. احنا اتكلمنا عن الضرب واتكلمنا عن الجمع، ليهم فورمولا، انما القسمة في الإكسل ملهاش غير علامة السلاش دي. لكن في دالتين مهمين، كويتشنت دي بتطلع في الإكسل، بتطلع الرقم الصحيح بتاع القسمة، وأما مود بتطلع الباقي بتاع القسمة. فهو ده وطبعا بنستخدم فكرة الابسوليوت ريفرنس اللي هي علامات الدولار F4. هناخد حبة أمثلة ونفهم، وهسيب لك المثال في موقع جوجل درايف تقدر تخش تجرب عليه. تعال نشوف الأمثلة تاني كده. أول حاجة إن أنا لما أجي أقسم رقم على رقم زي ما أنت شايف كده، مجرد بكتب عادي، بكتب بقول بتساوي. فأنا دلوقتي لو قسمت إف اللي طبعا اللي أرجع تاني كده، الرقم الأولاني أهو اللي هو F2 على G2، وأدوس إنتر يطلع اللي هو الرقم ده. اللي أنا لو كبرت وبصغر الخلية بيبدأ الرقم يطلع بأرقامه العشرية. دي أول حاجة. تاني حاجة لازم أبقى عارف إن لو قسمت على صفر كده، خليت الرقم ده صفر، هيديني ايرور في الحالتين. هو نفس المثال يعني، هيديني ايرور دي، يعني مش قادر يقسم يعني. طب لو قسمت على مسافة هيدي نفس الرسالة، الفاليو هاش فاليو دي. يعني افهم من كده انه لا ينفع يقسم على صفر ولا، فهنهندل الايرور ده بطرق تانية يعني، هنتكلم عنها قدام حبة. بس هي دي انا عايز اديك فكرة تخلي بالك من الحاجات دي، اسمع على صفر والاسم على الفراغات، عشان ما تيجي تعمل اوتو فيل للمعادلات هتقابلك المشكلة دي. الحاجة التانية طبعا الشاشة بتاعت بيست سبيشال الاوبريشن ديفايد برضك اقدر اقسم. هناخد حاجة حاجة. طب الكويتشنت اند مود هنعملهم ازاي؟ ده اللي عادي جدا، الكويتشنز بتتكتب عادي زي ما انت شايفها هنا اهو، بتساوي كويتشن، بتساوي كويتشن الرقم الاولاني اللي هو نوموريتور ودينومينيتور. طب فين البسط اهو، بعدين اعمل كومة، بعدين المقام اهو، بعدين اقفل القوس ودوس انتر. خلاص طلع 5، لان 48 على 43 على 8 فيها 5. في باقي طبعا ماليش دعوه، عايز بقى في داله تاني مود بتجيب لي الباقي. بس قبل ما اخش على الداله دي عايز بس اشوف، لو دوست كده الداله نفسها ليها النوميريتور والديمونيتور، بس ما بتاخدش غير التو ارجمنتس دول. طب انا عايز اجيب الباقي، المود بتساوي، المود هو اللي بيجيب لي بقى الاسم، مود افتح قوس برضك نفس الكلام وكوما، فطلع الناتج 3. يبقى ده باقي الاسم. يبقى انا لو في رقمين زي دول عايز اعرف اجيب الناتج الاسم، الرقم الصحيح ناتج الاسم وباقي الاسم، يعني كأنها فيها 5 وبقى 4 وبقى 3، 5 وبقى 3 اللي هي 43، 3 دي 40 على 8 فيها 5، وال3 دي هي الباقي. ايه تاني؟ اقسم كولوم على كولوم تاني. دي عملية بسيطة جدا، ان انا اقوله بتساوي ده على واعمل اوتو فيل. طبعا عملت كوبي وعلمت ده كله كده اهو، وعملت بيست، هيعمل اوتو فيل من غير ما اسحب يعني. طب اقسم كولوم على كونستنت، يعني عايز اقسم اللي هو 77 ده على الاتنين دي، وده هستخدم بقى الايه، الابسوليوت ريفرنس او الابسوليوت سيل، يعني اللي هي الخلية المطلقة او المرجع المطلق. طبعا المعادلة قدامك اهي باينة. انا برضك هاجي هنا بقول بتساوي ده على ده، وادوس على F4 مرة اتنين. انا عايز الثابت يبقى هو التمانية، الايه ثابتة كده كده، لان هدوس على يعني برضك هسحب على ايه، طب انا لو عايز النتيجة تطلع في نفس العمود، يعني عايز النتيجة مش عايز العمود ده اهو كوبي،
وعايز اقسم على 2 بس من غير ما اعمل عمودين، يعني كأني بعمل تعديل ابديت للداتا دي، خلاص ضربتها في 2 او ضربتها في رقم او جمعت عليها، اللي هي بيست سبيشال اوبريشن. فاعمل ده كوبي واعلم المجموعه دي بيست سبيشال من اوبريشن، بختار ديفايد واقول اوكي. ساعتها هيطلع نفس الناتج بس من غير معادلات، من غير معادلات. بكده يبقى ده درس خلص سريع كده. شكرا، سلام.